علاقة الأباء في الأبناء وكيفية حل الخلافات بينهم، مظاهر هاي الحب اللي بيقدمها الأباء والأمهات من توفير البيت واللبس والتعليم بالمدرسة وألعاب التسلية ما بتغني عن إنه لازم نقعد مع أبنائنا ونحميهم ونحكي معهم ونتشاور معهم وإنه نعرف بشو عم بيفكروا وإنه نساعدهم بحل مشاكلهم الخاصة وإنه نشجعهم ونقترب منهم بدون فرض رأينا عليهم.